السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين والمتابعين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. اليوم راح تكون جولتنا في جزء من حي باب النصر، ابتداء من جامعة العثمانية، وسوف ننتهي إن شاء الله في حي الفرافرة. طبعا الجامعة العثمانية تم بناؤه في عهد العثمانيين، بناه والي حلب عثمان باشا الدوركي الذي ولد في حلب، وتم إنشاء المسجد في سنة 1728 للميلاد. جامع قديم جدا ويحتوي على آثارات كلها عبارة عن نقوش إسلامية. طبعا إضافة إلى الأقواس الإسلامية. طبعا حي باب النصر هو أحد أحياء حلب مدينة القديمة، ويعود إنشاؤه لأكثر من 1000 عام كحي. أما سور المدينة القديمة الذي يتضمن هذا الحي، فهذا السور عمره 12200 عام. طبعا يتضمن هذا الحي جوامع كثيرة ومدارس إسلامية وأماكن للتسوق قديمة جميلة جدا في هذا الحي. أما بالنسبة إلى حي الفرافرة، طبعا هو أحد الأحياء التاريخية الأثرية القديمة في مدينة حلب القديمة. يعود إلى فترة زمنية قديمة، وإن بعض أوابده تعود إلى أكثر من 800 عام كالمدرسة العصمونية التي بنيت في عهد بني مرداس. طبعا شهرة هذا الحي وصلت إلى اسطنبول، لأن في عهد الاحتلال العثماني لسوريا كان قد سكنه أكبر موظفيها في بلاد الشام، وهو من أجمل الأحياء القديمة، وفيه دور عربية كبيرة تشبه القصور، وإن شاء الله سوف نحاول تصوير بعض هذه البيوت بإذن الله تعالى. طبعا يجري الآن ترميم هذه الأحياء القديمة التي تعرضت للدمار بسبب الحرب الطويلة، وسوف نشاهد الآن جزء من حي الفرافرة قد تم إصلاحه والحمد لله رب العالمين. أيضا قد تأثرت مدينة حلب القديمة بالزلزال الذي ضربها منذ حوالي 2 سنين تقريبا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى إكمال إعمار هذه المدينة الجميلة. طبعا كلكم تعلمون أن حلب هي أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم أجمع، وفيها آثارات كثيرة جدا وشعب عريق.
وإن هذه المدينة قد تعرضت للخراب حوالي 8 مرات، وفي كل مرة كان سكان حلب يقومون بإصلاح هذه المدينة من جديد. إحدى المرات استغرق إصلاح مدينة حلب 150 عاما بعد زلزال كان قد ضربها منذ حوالي 6 قرون مضت. استغرق تصليح هذه المدينة 150 عاما بعد الزلزال الذي ضربها وقد هدم أكثر من نصف المدينة. نتمنى لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الاشتراك بالقناة والتعليقات الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين والمتابعين، دمتم بصحة وعافية إن شاء الله. اليوم راح تكون جولتنا في جزء من حي باب النصر، ابتداء من جامع العثمانية، وسوف ننتهي إن شاء الله في حي الفرافرة. طبعا الجامع العثمانية تم بناؤه في عهد العثمانيين، بناه والي حلب عثمان باشا الدوركي الذي ولد في حلب، وتم إنشاء المسجد في سنة 1728 للميلاد. جامع قديم جدا ويحتوي على آثارات كلها عبارة عن نقوش إسلامية. طبعا إضافة إلى الأقواس الإسلامية. طبعا حي باب النصر هو أحد أحياء حلب مدينة القديمة، ويعود إنشاؤه لأكثر من 1000 عام كحي. أما سور المدينة القديمة الذي يتضمن هذا الحي، فهذا السور عمره 12200 عام. طبعا يتضمن هذا الحي جوامع كثيرة ومدارس إسلامية وأماكن للتسوق قديمة جميلة جدا في هذا الحي. أما بالنسبة إلى حي الفرافرة، طبعا هو أحد الأحياء التاريخية الأثرية القديمة في مدينة حلب القديمة. يعود إلى فترة زمنية قديمة، وإن بعض أوابده تعود إلى أكثر من 800 عام كالمدرسة العصونية التي بنيت في عهد بني مرداس. طبعا شهرة هذا الحي وصلت إلى اسطنبول، لأن في عهد الاحتلال العثماني لسوريا كان قد سكنه أكبر موظفيها في بلاد الشام، وهو من أجمل الأحياء القديمة، وفيه دور عربية كبيرة تشبه القصور، وإن شاء الله سوف نحاول تصوير بعض هذه البيوت بإذن الله تعالى. طبعا يجري الآن ترميم
هذه الأحياء القديمة التي تعرضت للدمار بسبب الحرب الطويلة، وسوف نشاهد الآن جزء من حي الفرافرة قد تم إصلاحه والحمد لله رب العالمين. أيضا قد تأثرت مدينة حلب القديمة بالزلزال الذي ضربها منذ حوالي